السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم على النار يبعدكم. أعطيكم أمثلة وشرح وتعليم هذا العلم علم الغرفة. واحدة تقول رأيت في المنام كني أصلي في غرفتي في غرفة النوم، كني أصلي على زوجي وكنها مكفن قدامي. طيب أنا نبي نفكك الرؤية ونبي نشرح معانيها ونبي نقيس عليها الواقع، لأن الرؤية هذه تعتمد على القياس. سبحان الله العظيم، أعطيك الزبدة ثم أنا أجيب لك القياس. الزبدة أنها تصلي وزوجها نايم، بس القياس متكفل، يعني الواحد اللي صار متغطي بالبطانية كأنه متكفل. تصلي على زوجها، ضع سريره أو السرير باتجاه قبلتها، تصلي يعني عادي، صلاة عادية. واضح؟ هل نعطيكم بعد هذه ثم انتم تقومون تصلون الوتر وتنامون. واحدة ترى في منامها ان عندهم في اشجار في البيت شجر تين رمان، والحقيقة موجودة وتثمر ويأكلون منها وثمرها طيب، ان عليها ثلاث افاعي، وكأنها خايفة على نفسها وخايفة على عيالها من الافاعي هذه. الحين من أنت حتروي. الحين من معاني أو من الكلمات اللي يعني مشابهة لكلمة حية، عفوا أفعى حية. فأفعى على الحية، أفعى على الشجرة، فيدل على تشابك أغصان الشجرة بعضها ببعض. واحد. اثنين، يدل على حياة الشجر وأن حياتها طيبة وأن أنه مثمر. طبعا مثل هالرؤى هذه يتحول صاحبها ان فيه بس خلاص في معناته، اكثر الناس دائما شاف وعنده شجر بيت او معناته في حياه، يروح يدور في سحر، في عين، في بطيخ، في ما وما في شيء. بالعكس يدل على ان حياه الشجر طيبه، وفي الحقيقه هو مثمر ومنتج ياكلون منها الله مبارك.